انا كيظهر لي بانه في هذه القضيه ديال التسقيف وداك الشيء دابا انا اللي بغيت نفهم حنا متبعين كنشوفوا الهوامش وداك الشيء اللي كتقولوا السي بوانو اخوان راه كذوب وبانه الاثمنه اللي كاينه اليوم السيده الوزيره انا ما ندخلش في الديتا راه شرحت هذا الشيء في لا كونفيرونس دو بريس وتكلمات يعني وداك الشيء راه مسجل في الفيديو وكل شيء بانه يعني الهوامش اللي كاينه هي تقريبا ديال 97 لما كنشوفوا بلي كان اناليزيو لا سيتياسيون دونك قبل من هذا فلهذا داك الشيء راه كل راه عندكم شي غلط ولا شي خلل ما ولكن الى هو انتم الهدف انكم من بعد ما خرجتوا البترول من صندوق يعني من المقاصة بغيتوا ترجعوا لصندوق المقاصة ونديروا واحد 3 مليار انا اتفق مع الرئيس ديالك واجي تذكر معايا انا ما نظنش ان الرئيس ديالك السي بوانو غادي يبغي ها لا كنهضر لا وشوف لا وكنهضر لا خليني نتكلم انا وشوف انا كنهضر معك والله ما كندير معك السياسه كنهضر معك من فضلكم انا سبراين. انا ما بغيتش تكون السيد الرئيس والساده والنواب حيت قالها لي السيد الرئيس السيدة والسادات هذه حالة بهذه الملاكمة ما بقاش برا الملالة ها الله يخليك سي ابراهيم سي ابراهيم ياس اتق الله الصيام 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 انت مسلم اشوف اشوف سيغيات سيغيات سيد نائب الله يخليك سيد نائب السيد نائب السيد نائب سيمو 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 سي ابراهيم سي ابراهيم أسيمو 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 شوف شوف ماد شوف كاين بعض المسائل كاين بعض المسائل لا تستحق الجواب لان هاد الاسطوانه عامين هما كيجاوبوها كيجاوبوها ولا خلوني هذا خلوني هذا خلوني هذا خليني هذا خليني هذا هاد الاسطوانه 5 سنين ولا 7 سنين هما كيجيبوها والنتائج الانتخابات راه المغاربه عارفين